ازيكم يا شباب؟ دلوقتي في نقطة في ليكتشر 6 احتياطي، علشان لو جه عليها أي مسألة وهي حاجة تافهة جدا فيعني نكون عارفينها تحسبا لو جت. في حاجة دلوقتي عندنا في الماشين ليرنينج، علشان يتوقع حاجة لازم يكون عنده فانكشن، فالفانكشن دي لين أو ايكويشن دي بتبقى الهيئة بتاعتها كده. دلوقتي عندنا الفانكشن فيها x1 و x2، يبقى الهيئة بتاعتها كده. طيب الهيئة دي عبارة عن ايه؟ اول حاجة بيبقى عندنا الويت. الويت بمعنى احنا عندنا، ناخد اكزامبل للجو. الجو عندنا بارامترز الرطوبة والغيوم وسرعة الرياح و و و و و و طيب الحاجات دي كلها بندخلها، وهو بيدي لكل بارامتر منه ويت. ويت اللي هو تقل ليه، ايه اهمية البارامتر ده بالنسبة للباقيين. بمعنى يعني لو لقينا الجو رطوبة، هل عشان نتوقع الدنيا هتمطر ولا لا، هل هنركز على الرطوبة اكتر ولا نركز على الرياح؟ فالفانكشن دي بتبقى مدية لكل بارامتر. مثلا البارامتر x1 مدياله ويت معين، ويت 1، x2 مدياله ويت 2، ولو كان في x3 هيبقى في بلس w3 x3 وهكذا. فكل بارامتر بيبقى ليه ويت معين على مدى اهميته، وطبعا بيبقوا بلس ويت اسمه زيرو. زيرو ده بيبقى عبارة عن كونستنت وبيسمى البايس أو البايس. أوكي طيب إيه السؤال؟ لو جه هيجي ازاي؟ هيجي بالشكل ده، هيقول لنا إن احنا عندنا عايز يشوف الدنيا هتمطر ولا الدنيا مش هتمطر. فالأسيوم أسيوم إن البايس بتاعنا اللي هو الدبليو زيرو بنيجاتيف 1، والدبليو 1 والدبليو 2 مثلا هيقول لنا أي أرقام، تمام؟ فيقول لنا بقى لو دخلنا البارامتر بتاعنا x1 بكذا و x2 بكذا هيطلع لنا في الاخر كام. ده كل اللي علينا ان احنا هنرص الارقام دي في الايكويشن ونعملها بلس بعض. فاظن السؤال تافه جدا، ويعني حرام نضيعه على نفسنا. فهو فيديو قصير كده مجرد بس اقول لكم عليه. طبعا احنا في السبمشنز بقى في الاخر هيطلع لنا مثلا 0.1 0.6 0.2 اي ارقام. ممكن بقى الدكتور تقول لنا لو طلع الرينج من 0 بوينت كذا 0 بوينت كذا ان هي صني، لو من رينج كذا كلاودي، لو رينج كذا سنوي وهكذا. السؤال ده مش اكيد ان هو هيجي، بس انا لاحظته في النص وحبيت اقول لكم عليه علشان حاجة تافهة ان احنا ننقص عليها لو جت.